أحسن الله إليكم. هذا مرسل لم يرمز لاسمه، لم يذكر اسمه ولم يرمز له. يقول: رجل لا يحسن القيادة وكثير الحوادث بالسيارة، فمنعه أبوه من القيادة، وأشار عليه صديق له بالقيادة ذات مرة، فوقع له حادث تصادم فمات، فكرهه أهل المتوفى وظنوا به سوءا، فما الحكم في عمله؟ هل يلحقه إثم أم لا؟ وبماذا توجهونه أثابكم الله؟ نعم. يقول: هناك رجل لا يحسن القيادة وكثير الحوادث بسيارته، فمنعه أبوه من القيادة، لكن صديقا له أشار عليه بالقيادة ذات مرة، فوقع له حادث تصادم فمات، فكرهه أهل المتوفى، كرهوا صاحب الرأي وظنوا به سوءا، فما الحكم في عمله؟ هل يلحقه إثم أم لا؟ وبماذا توجهونه؟ نعم، يلحقه إثم في أنه أشار على هذا الشخص بالقيادة وهو لا يحسنها، وقد علم أن والده قد نهاه عنها، فإنه يأثم من ناحيتين: من ناحية أنه حمله على ارتكاب الخطر في نفسه، وهذا من عدم النصيحة، وثانيا أنه حمله على مخالفة والده الذي نهاه عن قيادة السيارة نظرا لمصلحته وحماية له. فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ولا يعود لمثل هذا. نعم.